اللي يسأل عن جمع الصلاتين للمريض والمسافر، الجمع يكون إما جمع تقديم بأن يقدم الثانية ويصليها مع الأولى، أو العكس يأخر الأولى ويصليها مع الثانية حسب الأرفق به هو، حسب الأرفق. إن كان الأرفق به جمع التأخير يأخر، إن كان الأرفق به جمع التقديم يقدم. وجمع التأخير ينتهي بخروج وقت الثانية، ينتهي جمع التأخير بخروج وقت الثانية. نعم، ولو صلاها صلى الصلاتين في آخر وقت الثانية صح. نعم.